عبر قناة الريان الفضائية. وهكذا مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم ينطلق هذا الشوط الأول، هذا الشوط الرئيسي. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. تنطلق هذه السباقات وهذه المهرجانات، السباقات المحلية والمهرجانات الكبيرة الختامية، بالتوجيهات السامية من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. أيها الأعزاء، انطلق هذا الشوط بمشاركة مزون والذخيرة ومنصورة والتماس من هجر الشحانية بقيادة سالم بن فاران، بينما مزون بقيادة جابر بن سالم بن فاران. أشعة وصيت وصعايب من هجن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. نوف وحربة من هجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية. هذه الأسماء مشاهدين الأعزاء الحاضرة والمتواجدة في تشكيلة هذا الشوط الرئيسي، هذا الشوط الأول. نتجه مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، ومن تحتل صدارة الشوط. أشعة على المركز الأول من هجن الشحانية، مضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يقودها عملاق المضمرين، يقودها قائد الجزر في هذا الشوط الرئيسي، في هذا الشوط الذي تتوجه إليه الأنظار. لما لا، وهو يحمل شعار هجن الشحانية، يحمل شعار الشعار الأدعم، اللون العنابي، هذا اللون الذي كسب قلوب ملايين المشاهدين، ملايين الجماهير. تزداد الشعبية لهذا الشعار يوما بعد يوم، عاما بعد عام، وذلك نظرا لما فعله في العام الماضي عندما اختطف جميع السيوف الختامية هنا على أرضية ميدان الشحانية مع الجزيرة، وسيف الإمارات هناك في المرموم في إمارة دبي، عندما فازت خود بذلك السيف، وأيضا في ختامي الوثبة في عاصمة الميادين، العاصمة الحبيبة أبو ظبي، عندما خطف سيف حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان سيف الإمارات وسيف الختام. ثلاثة سيوف رئيسية لم تحتكرها أي مؤسسة قبل هجن الشحانية، وما فعلته أيضا في كأس الخليج عندما فازت بستة كؤوس ذهبية في ذلك المساء. ازدادت الشعبية وتوجهت الأنظار أيضا إلى ميدان التحدي وهجن الشحانية. عموما نعود إلى مجريات هذا الشوط. المركز الثاني نوف من هجن الشحانية، مضمر محمد بن خالد العطية، وتتسلل نوف إلى المركز الأول، بينما المركز الثاني تتراجع قليلا أشعة من هجن الشحانية، مضمر سلطان بن محمد الوهيبي. الدور دور المركز الثالث، منصورة تتقدم من هجن الشحانية، مضمر سالم بن فاران، بينما المركز الرابع التسلل من الجانب الآخر. صيت تتقدم، صيت من هجن الشحانية، يضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وننتقل إلى المركز الخامس، ومن تتقدم التماس تصل على المركز الخامس من هجن الشحانية، مضمر سالم بن فاران. إذن هجن الشحانية حاضرة بمضمرينها العمالقة الثلاثة، سلطان الوهيبي، سالم بن فاران، أو مضمرينها الأربعة سالم بن فاران ومحمد بن خالد العطية وجابر بن سالم بن فاران. حضر المضمرين في ظهيرة هذا اليوم استعدادا لما هو آتي، استعدادا لسيف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، استعدادا لسيف الإمارات، استعدادا لسيف ختامي الوثبة. الله يا هجن الشحانية، حاملة للقب السيوف في الموسم الماضي، وأيضا تطمع جماهير الشحانية المحافظة على هذه الألغاب الغالية. عودتنا إلى مقدمة الشوط،
إلى المركز الأول. نوف على المركز الأول تتسلى نوف، تسيطر على المقدمة في هذه اللحظات. نوف من هجن الشحانية، مضمر محمد بن خالد العطية، مسافة 8 كيلومترات، مسافة جميلة، مسافة جميلة للكبار، مسافة المتعة، مسافة التحمل، مسافة المحك الحقيقي، هذه هي المسافة. المركز الثاني تتقدم منصورة من هجن الشحانية، مضمر سالم بن فاران، بينما صيت على المركز الثالث من هجن الشحانية، مضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. على المركز الرابع التواجد من قبل التماس، على المركز الرابع أيضا من هجن الشحانية مضمر سالم بن فاران. وننتقل إلى المركز الخامس، أشعة على المركز الخامس من هجن الشحانية، مضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يلا يا الوهيبي، يلا يا الوهيبي، شوط رئيسي، أقوى أشواط الثنايا في هذا المساء يا قائد الجزر، أقوى أشواط الثنايا في السباق المحلي الماضي قبل إقامة بطولة الخليج. حضر شعار هجن الشحانية مع هذا المضمر الوهيبي، وخطف هذا الشوط بالتحديد، بالتحديد خطف الشوط الرئيسي للثنايا البكار. الليلة لمن؟ ناموس هذا الشوط، الناموس واحد، العنابي يكسو المقدمة، ولكن المضمرين سنشاهد من استعد جيدا لخوض غمار منافسات المساء. المركز الأول نوف، نوف يا نوف اللي ما عليها خوف، هذه نوف على المركز الأول من هجن الشحانية، مضمر محمد بن خالد العطية. يلا يا المشاغب، يلا يا المشاغب، ركز فالتركيز مطلوب. أرى العملاق والمضمر الذهبي وأيضا الشبل خلف نوف في هذه الانطلاقة. المركز الثاني التقدم من قبل صيت، ذائعة الصيت على المركز الثاني في هذا الشوط القوي، في هذا الشوط النخبوي، هذا الشوط الذي يحسب له المضمرين، الحسابات، المتابعين، الإعلاميين، هذا هو الشوط الذي تسلط عليه الأضواء. من بطلة المساء، من بطلة المساء من هذه البكار؟ صيت على المركز الثاني من هجن الشحانية، يضمنها سلطان بن محمد الوهيبي. أشعة على المركز الثالث جنبا إلى جنب مع صيت من هجن الشحانية، انضمر أيضا سلطان بن محمد الوهيبي قائد الجزر. قدها إلى بر الأمان يا قائد الجزر، قدها كما فعلت في كأس بطولة الخليج عندما قدت الشعار الأدعم والعنابي. حقيقة بما أننا ذكرنا بطولة كأس الخليج، ف نتقدم بجزيل الشكر لمضمرين هجن الشحانية على ما قدموا في ذلك المساء. سلطان الوهيبي 4 كؤوس ذهبية والعديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية. المضمر الذهبي سالم بن فاران، من خطف كأسا غاليا وحل وصيفا في العديد على العديد من الكؤوس. المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية، عندما استفتح أمسية الكؤوس الخليجية بفوز شحاني. هؤلاء هم مضمرين هجن الشحانية، المضمرين العمالقة، الرجال الذين يقفون خلف هذا الإنجاز. ونشكر حقيقة كل القائمين والمسؤولين على هجن الشحانية ومؤسستها، على مؤسسة هجن الشحانية الذين أفرحوا جماهيرها العنابية في كل مكان في الوطن العربي الكبير. عموما وعلى كل حال، نوف ترقص على الهواء مباشرة بهذا الشعار، الشعار الأدعم، الشعار الغالي. يلا يا الحوت، يلا يا الحوت، أرى الخطورة بانت من القائد الجزر، من قائد الجزر على المركز الثاني مع صيت، أشعة على المركز الثالث أيضا مع العملاق الوهيبي من هجن الشحانية. المركز الرابع أول نداء لذخيرة، الذخيرة تصل على المركز الرابع بشكلها الفنان من هجن الشحانية، يتابعها المضمر الذهبي سالم بن فاران. الله يا مضمر الداودية، يا مرحبا يا مضمر الداودية بك وبهذا الشعار وبهذه الأسماء. المركز الخامس منصورة من هجن الشحانية، يضمرها مضمر الداودية سالم بن فاران، مضمر التماس سالم بن فاران، من خطف سيفين مع هذا الشعار الغالي. وأيضا الداودية والتماس، وأيضا
خطف 3 سيوف مع هذه المؤسسة العملاقة الغالية. نتمنى لكم التوفيق يا مضمرين نجد الشحانية. المركز الخامس تتقدم فيه وتتسلل الالتماس من هجل الشحانية. الله، دخول على التماس وتقدم في هذه اللحظات من ذخيرة، من ذخيرة تقدمت، وأيضا منصورة تقدمت. هجن الشحانية مع المضمر الذهبي سالم بن فاران، كيلو ونصف الكيلو يا مضمرين. ذخيرة على المركز الأول، ذخيرة المذخورة لهذا الشوط الرئيسي ولمثل هذا الشوط، ذخرتها هجن الشحانية وقدمها المضمر الذهبي سالم بن فاران. الله عليك يا الذهبي، الله عليك، ولكن صيت لا مفر من صيت من هجن الشحانية. يا سلام، الله، ذخيرة ذخيرة على المركز الأول، جرت الشوط، بانت المنصة يا مضمرين، يا مضمرين. ذخيرة على المركز الأول، صيت على المركز الثاني، هناك من المركز على المركز الثالث التقدم من قبل نوف، طارت نوف، تحركت نوف من أجل الشحانية. يا أهل الخير والمعروف، سلموني على الغالي، اسمها من 3 حروف هي عذابي وغربالي. هذه نوف اسمها من 3 حروف. الكيلو متر الأخير يا مضمر نوف، الكيلو متر الأخير. المركز الرابع، انطلقت منصورة من أجل الشحانية على الهواء مباشرة عبر قناة الريان. من ترصد أحداث هذا الشوط الأول الرئيسي، بينما المركز الخامس صيت 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 والتماس قادم أيضا من أجل الشحانية، ولكن ذخيرة، ولكن الذخيرة على المركز الأول، والذخيرة حرام يا بن فاران، والذخيرة حرام عليك وعلى الشوط الرئيسي. هذه ذخيرة، لا تذخر ذخيرة، لا تذخر ذخيرة. الله، يا سلام، انطلقت ذخيرة، انطلقت تجود بما تجود، والجود من الماجود يا ذخيرة. هذه على المركز الأول، ولكن دير بالك نوف، 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 انطلقت نوف، انطلق الحوت، انطلق الحوت في هذا الشوط الحساس، في أقوى أشواط الثنايا في مساء هذا اليوم، قدمها الحوت، قدمها محمد بن خالد العطية مع هجن الشحانية. يا سلام يا نوف، يا سلام يا نوف، أقوى الثنايا، خيرة الثنايا، هذه نوف مع المركز الأول، مع صدارة الشوط، تحكم القبضة والسيطرة. سلام يا ندعم، سلام، سلام يا الشحانية، سلام، سلام يا هذه المؤسسة العملاقة، سلام. نوف، 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 نوف مع المركز الأول. ما فيك حيلة يا المشاغب، ما فيك حيلة، اغتنصت يا الحوت ناموس هذا الشوط على غفلة وغرة من المضمرين. لحظات الوصول، تهانينا والناموس لأجل الشحانية على فوز نوف بالمركز الأول. المركز الثاني منصورة من هجل الشحانية مع سالم بن فاران المركز الثالث. المركز هجل الشحانية مع المضمر سالم بن فاران. المركز الرابع، أكبر عيوب شخصك نهجك في زمان الروح. المركز الخامس سنتعرف عليه بعد قليل. إذن المركز الخامس صعايب من هجل الشحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، شكرا مخرجنا علي أبو شارب. وهذه نوف تصل إلى خط النهاية، قاطعة المسافة الشوط في توقيت زمني ومميز وجميل، 12 دقيقة 47 ثانية جزئين من الثانية هو التوقيت الزمني. لحظة وصول نوف إلى خط النهاية، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهاني موصولة للمضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثاني منصورة، 12 دقيقة 48 ثانية، 4 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الشحانية على الفوز بالمركز الثاني، والتهاني موصولة للمضمر سالم بن فاران. المركز الثالث، وصلت الذخيرة، قطعت المسافة في 12 دقيقة 49 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية، تهاني والناموس لهجن الشحانية، والتهاني موصول أيضا للمضمر سالم بن فاران المري. أيوة.